للمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في الذكرى 18 للغزو الأمريكي البريطاني للعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة دكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بك. 18 سنة مرت على الغزو الأمريكي البريطاني للعراق، إلى أي مدى ما تزال آثار العدوان الأمريكي باقية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. لا تزال باقية وجميع آثارها السيئة مستمرة، وفي هذا اليوم وفي هذه الأيام نستذكر المآسي التي جاء بها هذا الاحتلال، نستذكر الملايين من ضحايا سواء من القتل من الشهداء أو من الجرحى أو من المغيبين أو مئات الآلاف من الذين قبعوا ولا يزالون يقبعون في السجون أو الذين انتهكت حرياتهم وعذبوا أو الذين انتهكت أعراضهم أو الذين سلبت أموالهم. هذا على مستوى الأفراد، أما على مستوى البلد فقد ضيع هذا الاحتلال ومن جاء معه، ضيع تاريخا من العراق وثروات بالمليارات، بل بمئات المليارات من الدولارات من ثروات العراق، بل رهنوا ثروة العراق في المستقبل. فماذا نستذكر من هذا التاريخ الذي يمر علينا ذكراه المؤلمة، وتستمر هذه الذكرى باستمرار هذه الآثار واستمرار الصفحة السياسية التي هي أحد أوجه هذا الاحتلال، بل هي المشروع الأبرز له والمستمر حتى هذه اللحظة. طيب دكتور عبد الحميد، فرض الاحتلال الأمريكي دستورا ونظاما سياسيا وروج بأنه سيكون أنموذجا للديمقراطية في المنطقة، بعد 18 سنة إلى أي مدى تحقق ما روج له الاحتلال؟ أثبتت الأيام بأن كل الشعارات التي جاء بها الاحتلال ليست كاذبة فحسب، وإنما جاء بنقيضها. فبدل الحرية جاء الاضطهاد والتنكيل وانتهاكات حقوق الإنسان، الذي يعد العراق اليوم هو أكبر بلد في انتهاكات حقوق الإنسان كما ونوعا. ادعى الديمقراطية، أما اليوم فالديكتاتورية متمثلة بأبهى صورها في سيطرة ضغمة تتوارث الحكم منذ أن جاء ووزع المناصب عليهم بريمر سيء الصيت في مجلس الحكم بنسب معينة، وبالتوافق اليوم مع جارة السوء إيران. جاء ادعى الرفاهية والأمان، والشعب العراقي اليوم أكثر من نصفه تحت خط الفقر، والكثير من المهجرين، ملايين المهجرين خارج العراق وملايين نازحين داخل العراق في أماكن بعيدة وسلبت حرياتهم وأموالهم. فكل الادعاءات أثبتت الأيام أنها كاذبة، بل نقيض منها هو الذي تحقق. نعم دكتور عبد الحميد، حمل بيان الهيئة الاحتلال الأمريكي مسؤولية ما جرى ويجري في العراق على يد الحكومة والحالية وأيضا الميليشيات، ما حجم مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عما يعيشه العراق اليوم؟ ما يجري اليوم هو عملية سياسية فرضها الاحتلال الأمريكي وفصل كل جميع فصولها بشكل يتناسب مع المحافظة على مشروعه الذي جاء به في العراق، وهو الذي أمر أو أجبر العديد من الدول ودول العالم المجتمع الدولي على التعامل مع هذه العملية السياسية رغم كل جرائمها، ولا يزال يحميها سياسيا ويحميها عسكريا. ولذلك كل الجرائم التي ارتكبت تحت مظلة هذه العملية السياسية، المسؤول الأول والأخير عنها هو من جاء وفرض هذه العملية السياسية ولا يزال يحميها. فما كما هو معلوم أن الانتهاكات، الجرائم عموما وانتهاكات حقوق الإنسان خصوصا، هي لا يقتصر الجرم فيها أو المسؤولية فيها على المنفذ، بل جميع من شارك بها وإن كان ساكتا أو موجها ومخططا وداعما وحاميا. نعم دكتور عبد الحميد، يعني إلى أي مدى ترى أن مشروع الاحتلال المتمثل بالعملية السياسية وبعد 18 سنة في حالة احتضار الآن، يعني في ظل الصراع ما بين شركاء العملية السياسية من جهة، وأيضا الرفض الشعبي والاحتجاجات العارمة
الرفض للعملية السياسية والمتمثل بثورة تشرين، هل ترى أن العملية السياسية ومشروع الاحتلال تحديدا هو في حالة احتضار الآن؟ بالتأكيد، وهذا ما أثبته أبناء الشعب العراقي بجميع أطيافه حينما أثبت الثوار، خاصة ثوار ثورة تشرين في ساحات التظاهر والتي لا تزال مستمرة في بعض الأماكن، أنهم قد وصلوا إلى هذه القناعة التي حددتها القوى الوطنية منذ الأيام الأولى للاحتلال. وقد نبهنا نحن في هيئة علماء المسلمين وحذرنا من هذا المآل الذي وصل إليه العراقيون والعراق عموما اليوم. ولذا نحن اليوم بعد الله سبحانه وتعالى نعول على أبناء الشعب العراقي الذي لا بد أن تكون له قولته الجريئة والقوية جدا لاستعادة حقوقهم التي انتهكت والتي نهبت على يد هذه الطغمة الفاسدة، الذين كما قلت ليس فقط أضاعوا الحاضر وإنما حتى رهنوا المستقبل. نعم، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.